بعد أن كانت الوظيفة الحكومية هي الملاذ المعيشي الآمن للموظف العام في اتفاق غير معلن مع الحكومة بأنه سيبذل جهداً محدوداً مقابل راتب شهري محدود أيضاً، جاء مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ليهدد هذا الاطمئنان، فالموظف الذي سيحصل على تقريرين سنويين أقل من متوسط يفصل من الخدمة ليخلي مكاناً لذوي الكفاءة حسب القانون. طبعا مش مع القانون طبعا. ازاي يعني افرض واحد متغاظ مني طيب، او واحد متضايق مني في الشغل، في واحد بيحبه وعشرة بيكرهه، يقول لك لا ده ما بيشتغلش، ده ما بيشتغلش ما بيشتغلش، وبعد كده يقول لك يكتب تقرير يقول لك لما ينفصل، لا ينفع. إلا أن البعض وجدها ضرورة للتخلص من الترهل الوظيفي واطمئنان الموظف الحكومي لاستمراره في العمل مهما حدث. في فرق الموظف اللي انا قابله في عمر افندي وفي فرق الموظف اللي انا بقابله في محل خاص، ده بيقوم ويهتم وبيكنس ويحاول يبيع لي، التاني قاعد نايم مستني ميعاد الصلاه يصلي ويدور على الكربون. الوقت اللي احنا فيه ده مش بتاع ناس قاعده على المكاتب ما بتعملش حاجه، اللي يشتغل اهلا وسهلا، ما يشتغلش يقعد في بيته. القانون الجديد أعلن بنوده وزير التخطيط خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه يأتي لصالح العاملين في الدولة والمواطن أيضا. المبدأ الحاكم والحاسم عشان تبقى إجابة قاطعة الحفاظ على الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور وغيرها، كل ده حق مكتسب وقانوني ومستقر، وبالتالي احنا محافظين عليه في القانون الحاكم. وحسب تصريحات الوزير فالهدف الأساسي هو القضاء على الفساد والمحسوبية. بيكون بنظام مركزي وبامتحان مركزي وبيكون كمبيوترايز بحيث ما يبقاش في عنصر داخل عنصر بشري، وبالتالي بنلغي خالص فكرة الواسطة والمحسوبية. ما يقرب من 7 ملايين موظف في المؤسسات الحكومية يطالهم القانون بشكل مباشر وينعكس بالطبع على بقية المصريين، فهل يستطيع هذا القانون القضاء على الفساد ويصلح الموظف العام؟ وهل يحصل المواطن على الخدمة التي يستحقها داخل المؤسسات الحكومية؟ أم تبقى رؤية الوزير وردية لواقع يحمل بين طياته مشاكل لا تداويها قوانين؟